God sees everything for everything. This is reality. This world. فضل الجزائر على العرب لا يقاس. الجزائر حركت الضمير العربي. نعم. الجزائر حركت الوجدان العربي. هل حافظ الجزائر حركت الثورات العربية؟ الجزائر قدمت الكثير الكثير للعالم العربي. تعرفين كم قدمنا لفلسطين نحن؟ نعم. كان هوارب مدين يقول رحمة الله عليه: فلسطين هي الإسمنت الذي يجمعنا والديناميت الذي يفجرنا. سؤال أخير: جزائر الثورة، جزائر المليون ونصف مليون شهيد، أين هي اليوم من ثورات ما يسمى الربيع العربي؟ والله نحن الثورات التي تريد أن تحق الحق وتقضي على الاستبداد والظلم انطلاقا من المكونات الداخلية مرحب بها في الجزائر. أي ثورة يشرف عليها النيتو والأمريكان والأنجاز، يعني اليوم العربي صار مجنون العربي. يعني أمريكا تدعم ثورة ما، والمخابرات العربية والمخابرات الإسرائيلية والمخابرات التركية، ثم نقول هذه ثورة؟ أي عقل يا عرب؟ فكروا. لكن دعيني أقول ماذا بقي من ثورة الجزائر: الخلايا الجذعية في الجزائر، الأشجار في الجزائر، الأنهار في الجزائر، الأطفال في الجزائر، أبناء الاستقلال، جيل الثورة في الجزائر، النساء في الجزائر، شيوخ في الجزائر، الصحراء الجزائرية، البحر الجزائري، منطقة تمن رست، منطقة سيدي فرج، منطقة البويرة، تيزي والزبجاية، 40-50 ولاية في الجزائر. الكل، الإنسان والجماد والحيوان في الجزائر ماذا يقول؟ أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر. أشكرك المفكر الإعلامي. أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر. نحن حصلنا على استقلالنا بمليون ونصف، والذي يفكر في المجيء إلى الجزائر، والله العظيم أنا يحيى أبو زكريا سأخلع سترتي وسأحمل كلاشينكوف ضد من يتهجر على الجزائر. وهذا الكلام موجه للفرنسيين الذين بدأوا ينسقون مع دولة الأزواد في شمال مالي للتحرش بالجزائر. أقول للفرنسيين: مثل ما جئتموها شمالا عبر البحر دمرناكم في الصحراء، أقول لهم فقط، لا أقول أن رجالنا في الجزائر سيحمون الجزائر، لكن أقول أن عقاربنا في الصحراء وحياتنا في الصحراء أيضا تقول: أقسمنا بالدماء، أقسمنا بالدماء العالم أن تحيا الجزائر. والإسلامي حماها الله وحمى مناضليها. أشكرك. فقط كلمة أخيرة إذا سمحت، ولو المخرج يعطيني دقيقة. أقول للشعوب العربية والشوارع العربية: لا تسلموا إرادتكم لأمريكا النجسة وفرنسا النتنة وبريطانيا العاهرة. ابنوا غدكم بايديكم. إذا أردتم ثورة، لا لست ضد الثورة من أجل التجديد والقضاء على الاستبداد، لكن أنتم أنتجوها وليس أوباما أو كاميرون أو هولاند أو برنار هنري ليفي حبيب شارون وصديق أولمرت وابن الحرام لبنيامين نتنياهو. بهذا الكلام.